أول خطوة دايماً بتبقى أصعب خطوة. أنا أقدر فعلاً متوتر؟ مفيش عنوان لحلمك؟ عامل حساب لكل حاجة؟ بتحس إنك لوحدك؟ خايف ما تنجحش؟ لما بتقرب وتهدى بتتأكد إنك مش لوحدك وإن في كتير سبقوك مشوا في طريقهم وحققوا حلمهم. مهما كان التحدي ما تقلقش، انت قدها. الطريق قدامك، كل حلم هتحققه بداية لحلم جديد وأمل لكتير من بعدك. انت اللي بتدينا الأمل، احنا في ظهرك دايما وانت قدها. احنا جاهزين، الدور عليك. قادرون باختلاف.